الدور الكام؟ الدور الكام؟ السابع. ها؟ يقول ايه؟ السابع. السابع. فضلك انا عايز بيان قدوة نجاح عشان عايز انقل ولادي من مدرسة لمدرسة. الاقيه فين؟ اوضة 717. 717؟ ايوه. وده ايه فين؟ اللي فاتت دي. هي فاتت؟ ايوه. صدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. شهر؟ ايوه. كل يوم؟ كل يوم. مش عارف تخشها؟ ايوه. مش لسه تلمع لحد دلوقتي يا حيوان؟ لا يا فندي، اتلمع مره واثنين وثلاثه. شيل الفوطه. اتلمع مره واثنين. وقفت بقى. اتلمع مره واثنين وثلاثه، دي زياده التلميع يعني. انا لقيت نفسي فاضي فقلت اتسلى بالتلميع يعني. ايه ده، انت بتستظرف يا ولد ولا ايه؟ وقف عدل. قول هات القهوه. اتحرك. ايه يا استاذ، في ايه؟ انا اسف جدا، انا عايز الاستاذ رشاد. أنا لسه قلت حاجة، أنا عايز الأستاذ رشاد. الله أكبر. أنت كنت فين يا سكينة؟ الأستاذ رشاد، كنت فين يا سكينة المدة دي كلها وسايباني على التليفون؟ آه، بتغيري الكفولة للواد. طب اسمعي بقى أما أقول لك. لا، أنت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي أنا بقوله صح. آه، لا، ما هو أنت إذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجة ويروح في 60 داهية. لا بلاش بلاش عميت، بلاش الموضوع دي، أصلها ولية شرانية ونكدية. بقولك نكدية وشرانية، أنت هتعرفيها أكتر مني. أنا جرايه سكينة ما تسمعي كلامي. ما أنت حاضرة يا حبيبتي، يعني من حقك الشقة. أيوة طبعا. أمال إيه؟ طبعا. ومن حقك المؤخر. آه، والبوتاجاز. الله أكبر. أيوة الله. أنا لقيت ما تسيبلوش أي حاجة خالص. يعني أنت المفروض اتجوزتي واحد تاني، هتعيش معاه إزاي؟ على البلاطة كده؟ وبعدين كل ده علشان إيه يا سكينة؟ عشان طبخة؟ عشان طبختي له ملوخية؟ خلاص هاتيله بامية. ما هو كيلو بامية ب 8 جنيه، والبامية عايزة لها كيلو لحمة ضاني ب 12 جنيه، ويعني هياكل لازم. آه طبعا معاك معاك. تجيبي له بران رز. بران رز؟ ايوه يا اختي، بران رز. اه امال ايه؟ وليمون تي، يعني ده ليمونه زي الدعدع ب 10 سنت. الله، بقول لك يا ستي سيبي. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ في ايه؟ اصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج. جمعا ان شاء الله خير. يا فارس ومنافق. خير باذن الله، ان شاء الله خير. بيان قيد ونجاح، اصل عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص اخونا الاستاذ مدحت، وهو في دوره تدريبيه يرجع بعد اسبوع ان شاء الله. طب الله. ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت؟ لا، زي ما جحا اولى بلحم طوره، كل واحد اولى بعمل شغله، وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر. بقول لحضرتك ايه، الساعة 11 لوقت ظهر ولا عصر ولا مغرب، ها؟ هو الأستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟ تعرفي يا روحي تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش؟ تحطي في سفرتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش، ما تقوليليش على طعمها اللي يدوخ. وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ لذيذ يا أختي. واحرصي على انك تحطي على سفرتك اللحمة والفراخ، لانها طعمها يجنن
ومليانة بالفيتامينات. يا أحمد! وما تصدقيش حد تاني. انت فين يا أحمد؟ ايه انت فين؟ خد يا أحمد قشر لي فصلتهم عشان خلطة الفتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفاية بعمل لك السلطة؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفرة جاهزة. والفتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا. مفيش حاجة تانية؟ اطبخي يا جارية كلف يا سيدي. هات اللحمة وانا اطبخها. طلع الفراخ من الثلاجة الفاضية وانا حمرها. بعدين اسمع اما اقول لك انا بشتغل زيي زيك والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصلتهم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاة النبي عليا. قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حلي مهدود في شغل البيت. اوبرة اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك. ده انت لو رحت جنينة الحيوانات هيقفشوك. الاوبرا اوبرة ايه؟ فرادين كده ليه؟ تعبنا من المشوار. بابا انت مش هتنقلنا من المدرسة دي بقى. احنا تعبنا خالص. احمد! ايه دول يا سليمان؟ تشكيلة كبدة ومخ وزق. معقول هتروح من غير عشاء؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس على طول شطب. واللي قاعد بره مش راضي يمشي. تريني بنسى جفاك واشتقل عذابي معاك والأدم وعيش أتراك أرجع تاني في الوقت. يا ساعة كام دلوقتي؟ الدنيا تجيني ساعة كام حضرتك؟ ورضاها الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت تاكلهم أنت والحاجة. سليمان لا احنا هنبات هنا النهارده. اه الخميس باص والجمعه كمان. ممكن اخد ب2 جنيه؟ ممكن طبعا. بحب
حبيبة قلبك يا ولدي. انت ايه يا جميلة انت فين؟ ايه؟ قولي منيرة. منيرة منيرة في ايه؟ على مهلك شوية. العلم يمين. ويا الساعة كام بقى دلوقتي؟ احنا لسه بدري بدري قوي. انا مش عارف انت بتنام بدري ليه؟ ده حتى الليلة دي ليلة الخميس، تبقى ليلة مفطرة جم صباح التاني يوم الجمعة مفيش حاجة. امال عكست ليه دلوقتي؟ ده عبد الحليم. عبد الحليم حافظ. واللي فكرك بعبد الحليم حافظ الساعة 2 بالليل؟ عبد الحليم دايما على البال، بس المشاغل هي اللي بتخلي الواحد ينساه، وده احنا بنفتكره كل مدة لما تبقى الأحوال مش بطالة. بقولك ايه يا أحمد، نام ولا أنت نسيت؟ مش أنا لو رحت جننت الحيوانات يقفشوني؟ يقفشوك يحطوكي مع الغزلان والطيور والبلابل. وبعدين انت عارفه ساعه الزعل الواحد ساعات بيلطش بالكلام. طب انا هقول لك على حاجه.